القاعدة السادسة عشر: إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق. إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وهي قاعدة عظيمة يذكرها شيخ الإسلام، وهي من القواعد التي يعني ذكرها الأئمة من قبله. إذا ضاق الأمر اتسع، الأصل أنه ما تقبل شهادة إلا شهادة البالغ المكلف، لكن جرت العادة في حصول الخصوم بين الأطفال والأولاد الصغار وحصول الجراحات بينهم، أنه لا يوجد كبير السن معهم عندما يلعبون، فالشارع هنا أذن بشهادة الصبيان على بعضهم البعض. وأيضا الإمام إن لم يوجد أصلح رجل صالح للإمامة فيختار الأقرب إلى الصلاح، ولو كان مقصرا في نفسه، ولو كان عنده نوع من الفسق. هذا إذا ضاق الأمر إيش؟ اتسع. وإذا اتسع ضاق، في حالة وجود لا يقبل إلا شهادة العدول، لكن في حالة زمن غلب على الناس الفسق، فإنه إيش؟ يختار أمثل الفساق والفجار. فعلى سبيل المثال، حلق اللحية فسق ترد به الشهادة، من حق شخص شرعا إذا وقف أمام القاضي يقول هذا فاسق، والعام لو قلت له الحليق فاسق الله يعينه، يرفع عليك دعوة، قل نعم عندي دليل أنك فاسق، حلق لحيتك هذا فسق، دليل الفسق. لكن لو طبق الناس هذه القاعدة لضاعت إيش؟ الخصومات، وضاعت حقوق، ضاعت حقوق الناس. إذن لاحظوا، لما ضاق الأمر وسعنا، فإذا توسع الأمر ما الذي يحصل إيش؟ نضيق. نعم.